سلام المسيح لكل المشاهدين، سلام المسيح لكل شخص انضم لبرنامج تكفيك نعمتي. مشاهدينا اليوم برنامجنا رح يتناول موضوع الاضطهاد. يمكن لما نسمع كلمة اضطهاد في اشياء كثيرة افكار تتوارد على فكرنا، يمكن نقول اضطهاد شخص لشخص، ممكن مجموعة لمجموعة، مثلا مثل ما عرفنا مؤخرا اضطهاد المسيحيين يلي دائما من الكنيسة الأولى اضطهاد المسيحيين. لما نقول اضطهاد أكيد في معه معاناة، تجارب، ألم، بس كلنا بنعرف إنه هيدي التجارب والألم بتولد عنا كره، حب الانتقام يلي هن إذا بضلن عنا بدمرونا. أوقات كتير بيورد على اضطهاد، لما نحكي اضطهاد بيورد على فكرنا غير انه اضطهاد المسيحيه، منقول انه هيدا الاضطهاد عم بولد عنا كمان انه الله تركنا، مع انه الله بالكتاب المقدس دائما بيقلنا انه هو ما بيتركنا ولا لحظه. مشاهدينا في عنا اسئله كثيره ومناقشه حلوه، نحن رح نبديها معكم انتم مشاهدينا عبر اتصالكم ومشاركتكم معنا على الرقم 012-555-00. وكمان المشاركة كانت مع ناس التقينا فيهم بالشارع وسألناهم نفس الأسئلة، هلأ لح يمرقوا معنا سوا. وكمان أسئلتنا والأجوبة لح ناخدهم مع ضيفتنا. ضيفتنا هي زينة سركيس خير الله، صديقة. دائما الأشخاص المتعلقين بالمسيح بيكون عندهم حكمة وعمق، فقلنا خلينا نقعد سوا معكم ومعها حتى نحكي بهذا الموضوع. زينة أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، مرسي. اهلا وسهلا فيك بتكفيك نعمتي. امين امين. زينا اليوم نحن اخذين هيدا الموضوع، اول ما خطر على بالي الموضوع وقتها صار في اضطهاد بمصر وصار في شهداء كثير بمصر للاقباط، اخواننا الاقباط، فاجا هيدا الموضوع. بس دائما لما نقول نحن اضطهاد كمان بيورد كثير افكار على فكرنا، فشو رايك؟ مزبوط، منفكر دائما الاضطهاد كان بس على المسيحيين، بس هو اوسع من هيك بكثير. بالقانون الدولي هو التمييز بين شخص واخر. تعريف الاضطهاد بالقانون الدولي هو التمييز بين شخص واخر، بين مجموعه واخرى، لاسباب عرقيه، دينيه، جنسيه، وهذا التمييز بينتج عنه الاضطهاد. وبشكل اخر تعريف الاضطهاد هو استخدام السلطه او القوه لتدعيم مجموعه على حساب مجموعه اخرى، على حساب تضعيف مجموعه اخرى او تهميشها، ويمكن انه يستخدم القهر على مستوى فردي من شخص لاخر. ولاحظت من خلال الدراسه اللي عملتها انه غالبا ما يكون المضطهد، الانسان المضطهد هو انسان بحس بكومبلكس دانفيريوريتي وبينقلب بعدين كومبلكس دو سوبيريوريتي، لانه بده يحطم هالشخص اللي بحسه هو اعلى منه، بده يدمره، يهمشه، بحس حاله متدني بالنسبه له. مزبوط، لحتى يحس هو اعلى منه بده يدمره لحتى يحس هو ارتفع عنه. في تعريف للاضطهاد كمان بالنسبه للامم المتحده هو انتهاك اي من حقوق الافراد والجماعه او الاقليات الوارده بمواثيقها او اعلاناتها او اتفاقياتها وقراراتها. وهيك منلاقي انه في كتير افكار عن الاضطهاد، في درجات للاضطهاد، مش انه بس هيك اضطهاد، عامة في درجات. قبل ما نفوت بالموضوع خلينا نشوف الاشخاص اللي لقينا فيهم بالشارع. اول فوكس بوب سألناه هون شو بيجي على فكرك لما نقول كلمة اضطهاد. مظبوط، خلينا نشوف. بلادنا العربية كلها الشعب كله مضطهد ومتاكل حقه كل شيء. المسيحية أكيد لأنه هن أكثر ناس عم بيضطهدوا. فكر بيسوع المسيح، قالنا إحنا رح نقولها مضطهدين نحن من أجل اسمه يعني. بيبقى عنده أشياء بيفكر فيها، حدا بيجي ضده، هيدا بيكون الاضطهاد. أول شيء يعني كأن واحد منبوذ، يعني مضطهد، من مكروه من الكل يعني. في الاضطهاد الأسري، الاضطهاد الدولة للإنسان. في أشكال كثيرة من الاضطهاد. بيجي بفكري وقت الاضطهد والمسيح، يعني هيك بفكر دغري بيسوع كيف اضطهدوا. عجبني، في وعي. نشكر الله. نشكر الله. فشو رأيك؟ يعني مين عجبك أكثر شيء؟
هلا دائما بنقول مثل ما هيك وعدنا يسوع انه رح يكون في عنا اضطهاد، هلا رح نرجع على القرايه بنقراه من الكتاب المقدس مثل ما ورده. الا تكونون مبغضين؟ ايه اكيد من اجل اسمي. من اجل اسمي أكيد. ولكن الذي يصير الى المنتهى فهذا يخلص. يصبر الى المنتهى. يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. مثل ما حدا قال في الاضطهاد الاسري، يعني مثل ما الدرجات كنا عم نقوله، في تعصب وفي تمييز وفي عنف بدرجات الاضطهاد. التعصب هو بيرفض الحق الثابت وما بيعترف بوجود الآخر لدرجة إنه ما بيعترف بوجوده، مش إنه يعني كأن بده يمحيه. مشان هيك في لاحظت بالاضطهاد عم بيجربوا يمحوا أثر الواحد الشخص إنه أو أثر المجموعة، تم يقولوا إنه هو كانوا موجودين. شوفي الحق اللي بيكون حتى أبدا وبيحظروا حرية العبادة. بالتمييز هي الفكرة الثانية، من درجة الثانية من الاضطهاد، التمييز بين اللون والدين والعنصر والهيدا، لا مساواة في الحقوق والواجبات ولا مساواة بين الأفراد أو بين المجموعات. يكون في تباين بالسلوك. نعم. كمان ثالث درجة هي العنف، وهو كل تصرف بيلحق الأذى بالآخرين. أنا كتبتهم بالنحوي ورح نجرب نقولهم بالعربي الدارج أهون. في عنف جسدي، فكري، نفسي، روحي، اجتماعي، قد ما بدك، اقتصادي. بس مرات تتصوري السخرية من الشخص، سخرية من الأفراد، يعني بتتمسخري على شخص أو بتستهزئي فيه أو بترفضيه، يعتبر اضطهاد. يعتبر اضطهاد لأن عم تحطميه، بتفقدي رأيك وبترفضي له رأيه بالقوة، إجمالا بالقوة، أو بتسمعي كلمات بذيئة. هذه كلها جميعا مجتمعة هي أشكال من لنفس الظاهرة. إذا قللت من قيمة الآخر وخاصة بسبب إيمانه، إيه هذا مؤمن، إيه حرام، معتر عقلاته وعقده، هذا كتير، هذا اضطهاد. يعني أخذنا عنوان كتير كبير. أكيد له عدة ما رح نقدر يعني رح نجرب نضوي على كم نقطة فيه. لا ديجا عطيتينا شيء كتير مهم، إنه في عدة أنواع وعدة درجات. نعم. أو أشكال. تجاه كل هالظلم منلاقي المؤمن بيتبع تعاليم الرب يسوع، بيقرأ الكتاب المقدس، بيصلي لأجل مضطهدي. هذه بداية بيواظب على الصلاة لأنه هذا خط الدفاع الأفضل بالنسبة له. أهم شيء بيدفعنا أنه نتكل على الرب بالكلية، لأن منقول بيوم خوفي أنا عليك أتكل. يعني هيدا الحل للاضطهاد، يعني أحلى سلاح أو أقوى سلاح حتى نبلش نحط حالنا على السكة. لأنه بس نحس أنه اضطهاد، منحس حالنا كأنه إيه شو بدنا نعمل بوسط الاضطهاد. هيدا أول بداية لفتة نظر أنه تنمشي أقوى سلاح هو الصلاة. نعم. أنه نتوجه إلى رب حتى ينجينا من هالإشي. نعم. بس أنه مع أنه رب قالنا إذا بدنا نحكي عن الاضطهاد أنه لح يصير في اضطهاد. نعم. للمسيحية. نعم. لا، هو قالنا طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب الذين يحبونه. وفي أي بتقول طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. نعم. في ايات هلا عندك من نتشاركهم سوا، بس بما انه هلا جينا على نقطه اضطهاد المسيحيين بدي اقول بس شغله قبل اذا بتسمحي لي. أيوة. انه ابشع انواع الاضطهاد انك تضطهدي اقليه مسالمه، يعني بغض صحيح. النظر عن دينيا مستضعفه، بتحترم العهود والمواثيق وبتحترم الدستور وبتحترم الشرعيه، بس بحجه انه هذا الشخص اللي عم يضطهد انه يكون ارهابي. هي من أبشع أنواع الاضطهاد، وبالنتيجة الاضطهاد عموماً بيلاقي مقاومة شديدة بكل أنواع أنحاء العالم كافة، وبتقوم جمعيات حقوق الإنسان للتصدي لعمليات الاضطهاد، وخصوصاً بكثير من البلدان الغير مستقرة. لكن النتائج للأسف عم تضلها محدودة. يعني منلاقي مثلاً من 50 سنة لليوم كانوا عم يعملوا إحصائيات، في كاتب ما بعرف إذا بتحبي نقول أسامي، بس إنه عامل كتاب عنوانه نصف المجتمع، الكاتب جورج جحا، عم بيخبر انه اكيد اخذ قصص سيدات شيء واقعي يعني، وعمل احصائيات انه من 50 سنة لليوم السيدات اللي ماتوا بالعنف والاضطهاد والتدمير والتحطيم بشكل، هن بطلات نموذج للي بقاتلوا من اجل العداله حول العالم، طلع بفوق عددهم عدد الرجال اللي ماتوا بالقرن العشرين. تتشوفي لاي درجه عم بيصير في تهميش، لا يعني مش بس للمسيحيين، مثل ما قلنا في عدة أنواع. رح نتناول نقطة اضطهاد المسيحيين، بس بما أنه جبنا سيرة اضطهاد النساء
طب هون النساء شو بنقول لهم؟ شو بنبعث لهم رساله للنساء المضطهدات؟ هلا رح يجي دورهم بعد شوي. طب خلينا ناخذ لكن اتحاد المسيحيين كمان في نزلنا على الشارع وحكينا مع ناس التقينا فيه وسالناهم انه برايكم شو رايكم على الاتحاد المسيحيين؟ هم بنقول لكل المشاهدين بليز اذا بدكم نتشارك سوا رايكم تتصلوا فينا على 012-555-00 نحن ناطرين اتصالاتكم. خلينا نسمع الفوكس بوب. صرنا بالقرن 21 بعدنا عم نحارب على الله ونحن كنا سوا شعب يعني انسان شخص واحد يعني الله واحد كيف نحن عم نتقاتل على على عليه جميعا عم نتقاتل على الله هو الله واحد وكلنا بنعبد الله. اضطهاد المسيحيين هذا اكبر اجرام عم بيصير بعالمنا العربي كثير بحاربونا يعني ما بتلاقي غير المسيحي يلي هو بينقتل يلي بياكلها يلي بيتهجر للأسف يعني بدنا نعرف تقبل أعضاء روح القدس كيف أنه الله بيسمح مرات بهالشيء أكيد بنتيجة بده خير نفوسنا هذا روسو مودو يعني قال لك شو في على الأرض موضوع طويل هذا هيدا شيء محرم اضطهاد المسيحيين هي أصلا مذكورة أنه ربنا قايل أنه نحن بدنا نضطهد وبدنا نتلاحى وبدنا ننقتل كرماله مثل ما هو انقتل كرمالنا. أنا ضد فكرة اضطهاد المسيحيين ويعني غير مرغوب اضطهاد المسيحيين بشكل عام بأي إنسان كل الناس بشرية وكل الناس ولاد الله. اضطهاد المسيحيين هو بيقولوا الشعب الله المختار مضطهد يعني من سنين وسنين يعني. مشاهدينا ما بعد ما سمعنا الفوكس بوب لازم نحن نحكي عن هذا الموضوع. كل عالم بيعرفوا انه المسيحيات اضطهد اكيد. كنت عم فكر انا عم بطلع على جوجل تلاقي كلمه اضطهاد عم بكتبوا بالفرنسي اضطهاد كتبتها بالاش قاموا صار يعطوني اتحاد اللي بنكتبها نحن ساعات بيكون اتحاد بالاضطهاد بعد تشوفي انه الاضطهاد والاضطهاد قديش متخصصون بس نتفي هالفرق بالحرف الواحد بدل ما تقولي هي والحي بالان فرنسي يعني اذا كتبناها بقى الاتحاد اكيد الرب بده ايانا نكون واحد بينما الاضطهاد هو اللي بيشرذم اللي اكيد وراء ابليس. ما فيك تفكري كلمه اضطهاد غير تقولي وراها ابليس او الشرير او اعداء الخير اكيد ماشي بس عنا ايمان انه الرب بيحول كل الامور للخير. بتذكري باستيفانوس وقت رجموه وقال يا رب ما سامحهم ما عم بيعرفوا شو عم بيعملوا وقتها تشرذموا المسيحيه وانتشرت كلمه الله أويت يعني الرب يحول كل الأشياء للخير كل شيء للخير. طب باضطهاد المسيحيين هل يعتبر إنه نحن عم نشارك بألام يسوع المسيح مثل ما ورد ببطرس الأولى؟ هلا بقولي تفضلي. كمسيحيين ببداية الكنيسة الأولى كان الاضطهاد بأساليب متنوعة أكيد من عدو الخير لكن تعزيات الرب كانت مرافقة باستمرار مثل ما بيقول داود عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. يعني بيكون عندنا هموم ومتضايقين ومضطربين وهيك بس تعزيات الرب تلذذ قلوبنا. والكنائس كان لها سلام وكانت تبنى في خوف الرب وبتعزية الروح القدس. كان لسان حال المسيحيين بهذاك الوقت انه جميع الذين يعيشون بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. هيدا كأنه كان شيء يعني مثل ما هلأ أني بتقولي كأن الرب رسمنا هالطريق أنه نحن رح نمشي ورح يكون علينا اضطهاد لأنه نحن لسنا من هذا العالم. نحن في العالم لكن لسنا من هذا العالم والعالم ما رح يتي. هلأ رح نجي نقراها هيدا الشغلة بعد شوي الآيات مثل ما جاية بقلنا طوبى لكم إذا عيروكم طردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كذبين افرحوا تهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. زينا في ببطرس الأولى 14-14 بقلنا أيها الأباء أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم لأن روح المجد والله يحل عليكم. كأنه هون عم بيقلنا انه نحن دايما بدنا نتوقع بحياتنا انه في اضطهاد وبدنا نبتهج بهذا الاضطهاد مثل ما قلتي لنا.
مزبوط؟ مزبوط. في محل كنت أنا لأن حاضرة رح نضلنا حاصرين الوقت، نتمنى أنه ما نطلع برة الوقت. مش مشكلة، المهم نعطي. بس عم تقولي أنه إن كنتم تلطمون مخطئين فأي فضل لكم، أي أجر لكم، لكن إن كنتم تلطمون وأنتم تفعلون الخير فهذا فضل عند الله، والرب بيتمجد فينا لأن إحنا ما بنكون عاملين شيء غلط ويجوا يضطهدونا، بيكون هيدا فضل عند الرب. بس إذا عاملي شيء غلط وحدا عم بيجي يضطهدك، إنه بتكوني عم تاخدي قصاص الغلطة اللي عملتيها. صحيح، بس إذا الواحد مش عامل غلط هيدا فضل عند الله. حتى بحياتنا العادية يعني أكيد. حياتنا العادية بين بالمجتمع، بين زوج وزوجة، بين أخ وخيه. طبعا طبعا، يا بالنتيجة الروح المعصية هيدا بيقول عنه الروح الذي يعمل في أبناء المعصية هيدا الشرير، بيستخدم ساعة الخي، ساعة الزوج، ساعة الزوجة، بيستخدم حدا لحتى يضل يشرزم العائلة، يدمر العائلة اللي هي الخلية الصغيرة. بعد شوي العائلات مدمرة، بتدمر الكنيسة، بتدمر المجتمع، هيدا همه يدمر، دمرت الكلمة، يدمر العالم، الكون كله سوا. صحيح. بتلاقي فساد وكله لأنه منقلبا منقلبا، وكل واحد كل بيت منقسم على زيته وبيخرب، همه يخرب. بقى نحن إذا كنا واعيين بهالشغلة خاصة ببيوتنا، نضلنا منتبهين لوحدة بيوتنا وما نخلي عدو الخير لا تعطوا إبليس مكانا، منضل منتصرين. يعني بالنتيجة الرب ينقذنا من الاضطهادات، مثل ما قال بولس، أية اضطهادات إن احتملت ومن جميعها أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. فإذا نحن حابين نعيش بالتقوى أكيد بدنا ننتظر يكون في علينا اضطهاد. وهذا الاضطهاد الرب رح ينقذنا منه، متكلين نحن عليه ونوثق فيه مبارك. أصلا زي ما بقلنا نوضع هذا الاضطهاد في عهدة الله. نعم. عجد بين إيدين الله. بس أوقات نحن بنقول إنه الرب بيسمح لحتى عم يمتحننا لتطهيرنا لتنقيتنا. مزبوط. نعم. هون شو كيف نحن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع أجناد الشر الروحية في السماويات، بيقول هيدا شيء بأفسوس ديس بولس بأفسوس 6. وبأعمال الرسل كانوا يصلوا للي عم يضطهدون، يصلوا يقولوا يا رب تفتح عيونهم، يا رب يفتح عيون الأشرار حتى يرجعوا من الظلمات ومن سلطان إبليس للنور الحقيقي، تيكتشفوا نور الرب. يعني من هون لما بقلنا صلوا للذين يسيئون إليكم. نعم. قال كانوا يصلون حتى ينالوا بالإيمان بالرب يسوع غفران الخطايا. يعني تصوري عم تصلي لعدوك لحتى الرب يغفر له خطيته، مثل ما قال يسوع على الصليب اغفر لهم يا أبتي لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. القديس اللي بيكون المؤمن الحقيقي اللي عيش بمسيرة مع الرب ما بيقدر غير يصلي لأعدائه وتيتوبه، لأن بيعرف أنه مش هو هيدا الإنسان، هو الشرير، الشرير اللي عم بيستخدمه اللي هو إبليس، عم بيستخدم هود الناس الضعاف اللي بعاد عن الرب. صحيح صحيح. فنحن هم نطلب من كل مشاهدين نضل نحن قريبين من الرب لحتى ما يكون أداة شر. نعم. ولا نعطي إبليس مكانه. صحيح صحيح. بنرجع نذكر كل مشاهدين إذا بدي يشاركوا معنا بالبرنامج. نعم. من خلال أسئلة أجوبة أو عندهم تجربة اضطهاد إنه يتصلوا فينا على 012-555-00. زينة، الله هو الخالق وبيعرف معرفة، بيعرف معرفة تامة حاجات خلائقه المحبوبين. نعم. طيب أوقات هو بيعرف، بس قالنا بالمقابل طوبة للمطرودين من أجل البر والمضطهدين لأن لهم ملكوت السماوات. نعم. نيالهم يعني طوبة. هلا نحن بنحسها شيء صعب كثير انه نحن بشر وقد ايه بدنا نتحمل، بس بنشوف القديسين اللي مرقوا قدامنا، بولس وبطرس وكلهم الامثله، كتبوا كتابات رائعه بالرسائل. اوقات بنفكر انه يا ترى نحن هلا رح نضطهد مثل ما اضطهد بولس، اول شيء مثل ما تألم يسوع، ما رح تألم يسوع واضطهد، وكمان بولس وهو بار، كان بار ما عمل ولا غلط ولا خطيه. نحن اذا كنا عاملين خطيه مثل ما عم نقول انه اذا تألمنا ونحن نعمل الشر، بس انه ما في بار ولا واحد بهي الحياه، كلنا الجميع اخطاوا وعوازهم مجد الله. يعني قد ما نتالم ما رح نتالم قد ما تالم يسوع عنا، ما رح نتالم قد ما تالم بولس الرسول. بولس الرسول رجم، ضرب، سجن، انكسرت السفينه فيه، انه مرق بمراحل كثير صعبه. نحن قد ما نمرق بمراحل ما رح نمرق مثله، بس كان كل هدفه لتمجيد الله. وكان دائما يقول من الجميع انقذني الرب ومن جميعها انقذني الرب. مبارك اسمه. يعني يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، وطالما الرب معنا فمن علينا. إن كان الرب معنا فمن علينا. لكن إذا
اجى الشر على حياتنا من اجل المسيح، فهيدا الاضطهاد بيحمل البركه من عند الله. اهم شيء نكون عم نصلي ونكون ضمن مشيئه الرب، لان اذا عم ناخده انه نحن بقوتنا عم نجابه ما فينا نوقف، ما فينا نصمد. نتكل على الرب دائما ونصلي تضلنا باتصال دائما معه، والرب انا صايره بحط الشكاوي اذا صار علي اي اضطهاد باي مكان باي مطرح بكتبهم وبحط له اياهم للرب بانفلوب. شو حلو. يا رب ما رح خبر عن هيدا الشيء لحتى يتمجد اسمك فيي، بس انه بالحقيقه بس نكون على اتصال معه دائما. هو مبارك اسم الرب، في وقته يسرع به. امين. نشكره. امين. في هون بيقلنا بلوقا 6 طوباكم اذا ابغضكم الناس واذا افرسوكم وعيروكم واخرجوا اسمكم كشرير من اجل ابن الانسان. هون اذا بدنا نحن عم نضطهد اكيد بده يكون عندنا شعور بالانتقام، شعور بالكراهيه تجاه الاخر. وهذا الشعور لما يعيش فينا بدمرنا قلنا اول شيء. اكيد. هون شو منقول على الانتقام والكراهية؟ بدك تعملي شي انترفيو مع الناس قبل عن هيدا الموضوع او بنحكي دغري عن الكراهية؟ يلا ناخد الفوكس بوب. يلا بريبيان. الكراهية ما بدمر الا صاحبها، يعني قد ما بيكون هو بيكره العالم بيصير يكره حاله. انا هيك بالنسبة لإلي. فبالعكس لازم واحد يحب الناس تيحب حاله. بعمر الكراهية ما عمرت شي، بتأدي لأذى. كل إنسان بيكره بيدمر حاله، لأن بيكون حاطط براسه إنه هو بيكره وبده ينتقم وبده يعمل، مشان هيك بيدمر حاله. بس الإنسان اللي ما بيكره بيسامح وبيحب كل العالم بيعيش بسلام وبيعيش كتير مرتاح بحياته. الكراهية بتدمر الذات. لما يكون في إنسان مكروه من طرف معين بحس بعدم الكرامة، بحس بعدم وجود شخصيته. الكراهية بتدمر الذات وبتدمر الغير بالوقت نفسه. اللي مش مؤمن عنده الكراهية بدمر حاله وبدمر اللي حواليه. الإنسان بس يكون قوي أو نفسيته قوية مستحيل في شيء بالعالم يدمره. شو نقول هون عن الانتقام والكراهية سيفان تبعا لشو سمعنا؟ بالنتيجة الاضطهاد هو أكسيون أو أكشن بتقولي، حركة ردة فعل. ايه في ردة الفعل عليها، شيء طبيعي يكون في كراهية. ما رح دغري تقولي له يا حبيبي منيح اللي عم تضطهدني، اكيد شيء صعب. بس هذا شيء بيذكرنا شوي بقصة هامان اذا بدك بالعهد القديم. أستير بسفر أستير. حبيت كثير الملكة أستير انه عارفة هامان الرديء اللي ناوي الشر على ناوي يبيد الشعب اليهودي بهداك الوقت. وبتروح بتعزمه على الغداء، بتعزمه هو الملك اول نهار. قال له شو سؤالك، شو طلبك للملك؟ قالت له ما عليه بدي اعزمكم مره ثانيه كمان. ليك هالطولة البال انه هيدي محبه الاعداء لهالدرجه. قال شو اذا جاع عدوك فاطعمه وان عطش فسقه لانك تجمع جمر نار على راسه. لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. هون هي كانت ممتلئه، يعني كانوا عم بيصايمين بالفعل وبالنتيجه انقلبت القصه عليه. كان هو محضر خشبه صلب، يمكن بده يصلب مردخاي عليها، أما الصلب هو عليها. يعني إذا قلنا أحلى مثل الكراهية والانتقام بين مردخاي. مزبوط. يعني أهم شيء نحن نسامح، لأنه في حال بدنا نحقد وهيك رح يطلع علينا غير شيء. بس قوة المسامحة ما رح تطلع منا نحن، لأنه نحن قررنا نسامح. هيدي قوة من عند من الرب. عند الرب. أكيد أكيد. لأنه في حال بدلتي عن الخير بالخير هيدا شيء عادي، إذا بدلتي الشر بالخير هيدا شيء إلهي، إذا بدلتي الخير بالخير مقبول. يعني واحد عامل معك منيح تعملي معه منيح مقبوله، بس واحد عم بيعمل معك شر وتبدليه بالخير هذا شيء الهي. وما فينا نحن بقوتنا، الرب وحده بيعمل. واحد يكون ممتلئ من كلمه الله بيقدر بسهوله بقوه الرب يعيش ونعيش قوه المسامحه لشخص اذانا. كمان سالنا المشاهدين هل انت متروك؟ قبل ما نشوف شو قالوا خلينا ناخذ ترنيمه لزياد شحاده. بناخذ ترنيمه نكافئك. في
ضعفي أراك تشفي من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. إلي تدنو إليك أرجو مسلما، لست لذاتي وشهواتي، بل ها حياتي ملكك يا رب، إني لك أعني وخذ يدي بيدي. تمسح دموعي وترتلي، تشبيع جوعي ربي يسوعي وتهدني. إلي تدنو إليك أرنو مسلما، لست لذاتي وشهواتي، حياتي ملكك يا رب، إني لك أعني وخذ يدي بيدك. كثير بالصفحة